مرحبا بكم، كيف الحال؟ اشتقت إليكم أيها الأعزاء. هل تتذكرون القصة في المرة السابقة؟ نعم، لقد ذهب الدب والسنجاب والطائر إلى الغابة، لذلك قصتنا اليوم ستكون داخل الغابة. نعم، حقا أتساءل عما سيحدث داخل الغابة. هل ننطلق معا في رحلة قصتنا؟ كان أصدقاؤنا سعداء داخل الغابة، وقال الطائر: ما أجمل رائحة الغابة! وقال السنجاب: أنا حقا أحب هذه الشجرة وأراها رائعة! ونظر الدب للأصدقاء ثم قال: يمكنكم أن تكونوا في هذا المكان كما تريدون. نعم، اليوم أصدقاؤنا سعداء جدا داخل الغابة، والسنجاب يحب الشجرة بشكل خاص جدا. ما رأيكم برسم شجرة كبيرة هذه المرة؟ نعم، سنرسم شجرة كبيرة. نرسم مستطيلا كبيرا هكذا، ثم نرسم فروع الأشجار بعد ذلك. نرسم الفروع فوق الجذع الطويل بشكل مستطيلات أصغر ولكن طويلة ومتعددة. لترسموا بالقدر الذي تريدونه. والآن نرسم أوراق الأشجار، سنرسمها كبيرة هكذا. ستكون جميلة عندما نرسمها بشكل دائري هكذا، وستكون جميلة أيضا إذا رسمناها بخط مقوس هكذا. ونرسم تحتها بعض العشب أيضا. العشب أيضا يبدو جميلا برسمه بخط مقوس، وأيضا سيكون جميلا برسمه دائريا بشكل خفيف. وبعد هذا سنلون بالألوان المائية. أولا يجب تجهيز الأدوات. نعم، هذه هي الألوان المائية، وعند فتحها سنجد بداخلها العديد من الألوان. وهذا الطبق الذي سنضع عليه هذه الألوان، لذلك سأضع الألوان هنا. سأريكم كيف أضعها. أولاً سأضع اللون الأبيض، سأفتح الغطاء ثم أضع بعضها في بداية الطبق. ثم أضع اللون الأصفر. بعد ذلك اللون البرتقالي، ثم الأحمر، ثم لون المغرى الصفراء، ثم الأخضر، وأيضاً الأخضر الغامق، ثم الأزرق والبنفسجي، وبعد ذلك الأزرق الغامق. وهكذا وضعنا كل الألوان المائية. يمكن استخدام الألوان المائية مباشرةً، ويمكن تركها لتجف حتى اليوم التالي واستخدامها بعد إذابتها بالمياه. ولذلك سنبدأ باستخدام هذه الألوان اليوم مباشرة. هل سيكون ممتعاً استخدامها بالإصبع مباشرة؟ سنحاول تلوين أوراق الأشجار أولاً. نضع إصبعنا في اللون الأصفر أولاً، ثم نلون أوراق الأشجار بغمس الإصبع هكذا.
إذا لا يوجد لون، نضع الإصبع في اللون مرة أخرى، وهكذا لوننا أوراق الأشجار الصفراء. إذا تريدونها براقة أكثر، ضعوا اللون الأصفر بشكل أكثر. هكذا لوننا باللون الأصفر. بعد ذلك، اختاروا اللون الذي تحبونه. أنا مثلاً سأختار اللون البرتقالي هذه المرة. ثم نلون به بين اللون الأصفر هكذا، سيكون رائعاً جداً عندما يختلط مع اللون الأصفر. نعم، هكذا يختلط الأصفر مع البرتقالي. بعد ذلك، الأخضر الفاتح. أضع إصبعاً آخراً في الأخضر الفاتح. الأخضر الفاتح عند خلطه مع الأصفر يكون جميلاً جداً. كلما وضعتم الألوان التي تحبونها، كلما كانت أجمل. وهكذا لوننا أوراق الأشجار. هل نلون العشب هنا بالأخضر أيضاً؟ في هذه المرة، لن نضع الألوان مثل المرة السابقة، ولكن سنلونها بشكل دائري. بخلطه مع اللون الأصفر، سيكون جميلاً جداً، ويمكن وضع اللون كما فعلنا قبل قليل. عندنا الحرية المطلقة للاختيار. وأين نلون بعد ذلك؟ هل نلون جذع الشجرة؟ سنحاول تلوينه مرة واحدة. سنحاول تلوينه بلون المغرس صفراء. هيا نلونه بشكل مختلف عن أوراق الأشجار ليكون ممتعاً. بالنظر للشجرة نظرة متفحصة، سنجد عليها بعض النقوش المميزة. بوضع قليل من المياه، سيكون جميلاً جداً.
ثم نلون فروع الشجرة أيضا. ثم هكذا أيضاً قد لونّا الشجرة بإصبعنا وبالألوان المائية. بعد ذلك سنلون بالألوان المائية بطرق مختلفة. أحسنتم جميعاً يا أعزائي! نعم، لقد اكتمل كل شيء! ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ في المرة السابقة رسمنا غابة، واليوم رسمنا الشجرة. ما رأيكم بعد استخدام الألوان المائية؟ حاولوا وضع أصابعكم في الألوان المائية والتلوين بها هكذا، وحاولوا الرسم هكذا أيضاً. عندما أتخيل رسوماتكم، أشعر بالسعادة الكبيرة. هل تتطلعون للمرة القادمة أيضاً؟ هيا نتفق على اللقاء مرة أخرى. إلى اللقاء يا أصدقائي الأعزاء.